بنكمل مع بعض الأسئلة. وصلنا للسؤال رقم 21، بيقول إيه بقى؟ بيقول لك insert a current data field. انسل يعني ادرج حقل التاريخ الحالي in the top left header. In the top left header في رأس الصفحة اللي هو على الشمال of this document. بيقول لك use the default option for the date format. نود دونت تايب ذا ديت، يعني ما تكتبش التاريخ بايدك، لا خليه هو يدرج ايه التاريخ. ماشي يا جماعه؟ طيب دلوقتي هو قال لك ايه؟ دلوقتي هو قال لك ايه؟ انسرت التاريخ، ادرج التاريخ في الهيدر بتاع الايه؟ بتاع الدوكمنت. يعني وليكن كده يا جماعه، ده الهيدر بتاع الدوكمنت، بس هو قال لك ايه بقى؟ على الشمال. يعني هو حاطط لك ادرج كده اهو، حولناها اهوت. ماشي؟ وعايزك تحط هنا التاريخ ايه الحالي. بص بيجي لك كده تول بار مع الهيدر، في ايقونه اللي هي دي كده، تعالى كده اسمها انسيرت ديت، تعالى عليها كليك بس خلاص، اه هتلاقي كتب لك ايه التاريخ ايه الحالي، وقول له كلوز بس كده، هتلاقي ايه التاريخ الحالي اتحط لك في الهيدر اهو، على الشمال ليفت وتوب. تمام. السؤال اللي بعد كده، بنكمل يا جماعة بقى السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي هو 22، جايب لنا كده، جايب لنا صفحة وورد فيها جدول زي ما انتم شايفين، وبيقول لك ايه بقى؟ select the entire table. اللي هو السؤال ده يا جماعة هو طبعا سؤال سهل جدا، بيطلب منك بقى يعني تحدد the entire table، الجدول بالكامل. هتلاحظ الجدول هو ده، بص العلامة دي كده، شايف العلامة ديت اللي هي علامة كروس كده، هتعمل زي كده. لو انت عايز تحدد الجدول تعالى عليها كليك بس، اتفقنا؟ في واحد ايه هيروح بقى يروح على العمود الاولاني ويمشي على العمود التاني ويمشي على العمود التالت عايز يحدد. لا يا عم، طب ليه التعب ده؟ لا، روح على الكروس ده او العلامه ديت كليك واحد بس، هتلاقي الجدول كله ايه اتحدد او اتعلم معاك. تمام. بعد كده السؤال رقم 22 برضه شغال على الجدول كده، ومحدد لك الصف اللي هو ده. ماشي؟ طالب منك ايه بقى؟ بيقول لك delete the selected row and all of its contents. احذف الصف اللي متعلم ده بكامل محتوياته. طب وليكن يا جماعه كده هنعمل جدول هنا كده عشان نعيش الحاله اللي احنا فيها ديت، وليكن مثلا اهو هنرسم احنا جدول كده اهو، دي الصفوف نرسم كده كم عمود. ماشي؟ طيب بص بقى كده، هو محدد الجدول ده كده، العمود ده قصدي الصف ده عايز يحذفه، نعمل ايه؟ بتيجي كده عليك كليك يمين، ماشي، وتقول له ايه ديليت سيلز، احذف الخلايا، وتيجي تختار ديليت انتاير رو، يعني احذف الصف بالكامل، قول له اوكي اهو اتحذف فعلا. اوكي يا جماعه ماشي كده؟ يبقى عشان تحذف الصف لازم يكون متحدد، وتيجي عليك كليك يمين وتقول له ايه ديليت سيلز، وبعدين دي تقول له انتاير رو الصف بالكامل. ماشي؟ هو ده العلامه اللي احنا قلناها من شويه اللي هي دي اللي ظهرت واختفت ديت، اللي هي دي يا جماعه كده اهي اللي بتحدد ايه الجدول ايه بالكامل. اتفقنا؟ بعد كده السؤال رقم 24 برضو شغال برضو على التيبل على الجدول، ومحدد اول صف دوت. ماشي؟ عايز ايه بقى؟ بيقول لك موديفاي ذا بوردر ستايل، عدل الحدود بتاعه الصف ده. بيقول لك يعني ايه الحد؟ الحد الخط يا جماعه ده، الخط ده. ماشي؟ اوف ذا سيلكتد سيلز، للخلايا المختاره تو دبل لاينز، يعني بدل ما يكون البوردر خط واحد عايزه دبل لاين، يعني خطين. هنشوف الحوار ده كده اهو. يعني بص يا جماعه كده، بص الجدول ده هتلاحظ ان اول صف ده اهو البورد بتاعته عباره عن خط واحد، لا انا عايز اخليه دبل لاين وهو متحدد اهوت. هتعمل ايه؟ بتحدد اهو، هتيجي هنا شايف دي خط واحد اهو، لا افتحه كده واختار الخطين اهو دبل لاين. مش كده وخلاص، لا بعد ما اخترت تيجي اهو كده الرمز ده اللي هو اوتسايد بوردر، تفتح ده كده وتختار اللي هو ده اللي هو اول بولدرز عشان يحددهم.
نطلع كده بقى تكبرها، لاحظت ايه بقى؟ لاحظت بدل ما هي خط واحد بقوا ايه؟ بقوا خطين. شوف تحت كده خط واحد عشان احنا ما حددناهوش، لكن اللي فوق اتحدد، وجينا علمنا على دبل لاين، وجينا هنا قلنا له ايه؟ اول بوردرز كل الحدود، فغيروا من خط واحد لايه؟ لخطين. ماشي؟ بعد كده السؤال رقم 25 جايب لنا كده صفحة وورد، وبيقول لك اجرافيك فايل في ملف صورة نيمد جراف اسمه جراف از ستورد ان ذا كارنت ماي بيكتشر، يعني في ملف صورة متخزن في ماي بيكتشرز فولدر اون ذا هارد ديسك اوف ذيس كمبيوتر، على الهارد ديسك. انسيرت ذيس ايمج، يعني عايزك تدرج صورة من بره الوورد، هتعمل ايه؟ بص كده وليكن كده يا جماعة، ادي صفحة جديدة، ويا جماعه ادي اهو الانسيشن بوينت نقطه الادراك، عايزين ندرك صوره من باي بيكتشرز، نعمل ايه؟ بتروح لقائمه انسيرت وتقول له بيكتشر، وتقول له بقى عندك ايه؟ في كليب ارت وفروم فايل، هي مش في كليب ارت ده بره، تقول له ايه؟ فروم فايل. ماشي؟ وادي اهو لو مش شايفها ماي بيكتشرز تختارها من هنا كده اهي ماي بيكتشرز، وادي لك صور اهيت، تختار الصوره اللي هو قال لك عليها تشوف اسمها ايه وليكن مثلا ديت، وتقول له ايه انسرت، هات ايه هتبص تلاقي ايه تم ادراجها داخل صفحه الوورد. السؤال اللي بعد كده رقم 26 هو جايب لك صوره فوق كده ومحددها، ماشي؟ وقال لك ايه بقى؟ وقال لك كوبي انسخ السيلكتد ايمج، انسخ الصوره ديت فروم ريبورت من ملف اللي اسمه ريبورت، عندك اهو ملفين اهم، خلي بالك في عندك ملفين اهم، واحد اسمه ريبورت وواحد اسمه كوميتي. انسخ الصوره اللي هو عامل لك عليها اللي اللينك ديت من ملف اللي اسمه ريبورت اند بيست ات، واعملها لصق في الملف الثاني اللي هو اسمه ايه كوميتي which is already open، واللي هو ايه فعلا مفتوح. طيب عشان يا جماعه يعني انسخ صوره، وليكن كده يا جماعه الصوره دي مثلا عايز انسخ، اعملها ايه؟ باجي عليها كده على الصوره كليك يمين واقول له كوبي، تمام؟ افتح وليكن ده الفايل الثاني يا جماعه، اجي على الفايل التاني كليك يمين واقول له بيست، بس انا كده نسخت الصوره من هنا لملف ايه؟ الملف التاني. ماشي يا جماعه؟ نرجع بقى كده للاسئله. السؤال اللي بعد كده رقم 27 برضو جايب لك صوره كده ومحددها، قال لك ايه بقى؟ ديليت سيلكتد جرافيك اون سكرين، احذف الصوره دي. يا جماعه هتيجي على ايه؟ تيجي من الكيبورد وتعمل ايه؟ ديليت، يعني الصوره اهي ماشي وعايزك تحذفها اهو ديليت من الكيبورد اتشالت الصوره اهي، ممكن يجي كده كليك يمين ويدور على ديليت، مش هتلاقي ديليت، ممكن تعلم الصوره وتروح لإديت ماشي وتقول له كرير كونتنتس شالها كده يا جماعه، يبقى اما من الكيبورد ديليت او من قائمه إديت وتختار كلير وتقول له ايه كونتنتس، اتفقنا؟ بس طبعا اسهلها من الكيبورد طبعا، يعني اسهلهم واحسنهم من الكيبورد. بعد كده السؤال رقم 28 اهو مديك نص كده ومعامل لك على كلمه فوق اسمها مينيتس، طيب عايز ايه يا عم؟ بس هي خلي بالك غلط، هتلاقي ايه بص كده في خط متعرج تحتها كده، خط احمر متعرج تحتها، فبيقول لك ايه يوز مايكروسوفت ووردز سبيل تشيك، استخدم الفحص الاملائي فصيلتي بتاعه الوورد ماشي تو كوركت ذا سبيلنج، عشان تصحح هجاء الحروف اللي الكلمه المختاره. ويقول لك ايه نوت، لاحظ ذا كوركت سبيلنج اوف ذيس وورد از مينتس، الصح بتاع الكلمه اسمه ايه؟ اسمه مينتس. وليكن يا جماعه اهو مثلا اهو، وليكن مثلا عندك كلمه اهو الكلمه دي غلط ماشي، العارف انها غلط اهو، عامل لك خط احمر متعلق تحتها، طب عايز تصححها بتيجي كده على كليك يمين وتختار الكلمه الصح من دول زي مينتس اللي هناك كده، هتيجي برضه عليها كليك يمين وتختار مينتس اللي ايه الصح بتاعتها وليكن دي بس، اتفقنا؟ نرجع للاسئله. السؤال رقم 29 بيقول لك ايه بقى؟ تفتح صفحه كده وبيقول لك برنت 5 كوبيز، اطبع خمس نسخ، اطبع خمس نسخ اوف ذا كارنت بيج، من الصفحه الحاليه اوف ذيس دوكيمنت، من هذه الوثيقه. لو عايز اطبع خمس نسخ بعمل ايه؟ يا جماعه وليكم مثلا دي صفحه، باجي اقول له فايل، واجي اقول له برنت اطبع خمس نسخ، باجي بقى على نمبر اوف كابلز اغيرها لايه؟ لخمسه.
واحد يقول لك اوكي ويطلع جري. لا يا ريس استنى، قال لك كارنت بيج يعني الصفحه الحاليه، فتيجي اهو يبقى اختار اول، لا تختار ايه كارنت بيج وتقول له ايه اوكي. اتفقنا؟ اوعى تنسى دي. السؤال اللي بعد كده، السؤال رقم كده خلصنا السؤال بتاع البرنت. بعد كده السؤال رقم 30 اللي هو ده، بيقول لك create a new blank document، انشئ صفحة جديدة. اسهل سؤال ممكن يجي لك على طول، روح على البيضة دي كده، صفحة بديه كده، وكليك شمال او فايل، ها وتقول له ايه نيو، انت حر. اتفقنا يا جماعة؟